يا مساء الخير على كل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من برنامجكم تايم لايف هيكون معاكم على مدار ساعه ونص، نتابع كل الاخبار والكواليس على الساحه الرياضيه، وكمان هنتابع الاخبار العالميه ومتعه كره القدم الحقيقيه. واخيرا هيكون معانا اكيد نجم من نجوم ويكان. خلينا نبتدي سريعا حلقتنا النهارده. أكيد حلقتنا لازم نبتديها بالحديث عن منتخب مصر الأولمبي اللي هيقود تدريبه النهاردة على استاد القاهرة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 مصر تحت 23 عام خلال الفترة من 8 ل 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. من المقرر أن يقود المنتخب الأولمبي تدريبه في 7 مساء اليوم باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة مالي يوم الجمعة في 7 مساء باستاد القاهرة، وده بعد انتهاء المعسكر طبعا اللي كان بيقوده المنتخب الأولمبي في العين السخنة على مدار الأيام الماضية. وزي ما احنا عارفين أسفار كرة البطولة عن وقوع منتخبنا في المجموعة الأولى مع كل من الكاميرون وغانا ومالي، أما المجموعة الثانية بتضم كل من نيجيريا وزيمبابوي وكوتيفوار وجنوب أفريقيا، وهتقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى واللي بتواجهها فيها مصر على استاد القاهرة الدولي. وتسلم الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة طبعا كابتن شوقي غريب تقريرا طبيا شاملا عن حال كل اللاعبين من الدكتور أيمن زين طبيب الفريق، وأوضح خلال هذا التقرير جاهزية اللاعبين لانطلاق البطولة وخلو الفريق أكيد من الإصابات، وتأكد الجهاز الفني من جاهزية كافة اللاعبين من الناحية الطبية، وهو ما يبحث طبعا في حالة الطمأنينة يبعث بها داخل صفوف الفريق وارتفاع المعنويات بشكل كبير جدا لتحقيق الهدف المنشود قبل انطلاق البطولة القارية إن شاء الله. كابتن شوقي غريب المدير الفني ضم 21 لاعب للبطولة هم لحراسة المرمى كل من عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي، أما عن خط الدفاع فضم كل من أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان بيكهام ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي، أما عن خط الوسط فأكرم توفيق وغنام محمد عمار حمدي وناصر ماهر، وللهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان. على الجانب التنظيمي يمكن كشفت شركة بريزنتيشن المكلفة بتولي مهام تنظيم افتتاح البطولة أمام أمم أفريقيا تحت 23 عام النقاب عن مفاجأة حفل افتتاح البطولة، واتفقت شركة بريزنتيشن مع فرقة شار موفرز الشهيرة والنجمة نسمة محجوب على إحياء حفل الافتتاح اللي هيشهدوا أيضا العديد من الفقرات الأخرى، وأكيد كلنا كمصريين منتظرين الافتتاح يبقى مبهر زي ما كان في افتتاح بطولة الكبار الأمم الأفريقية المقامة في مصر، وإن شاء الله هيتحدث عنه العالم بافتتاح يكون ولا أروع على استاد القاهرة مرة تانية بيعود ليها الافتتاحات لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام. بيعود نظام تذكرتي للعمل مرة تانية في بطولة أمم أفريقية تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة وذلك خلال الفترة القادمة، وأكيد ده بعد النجاح الكبير اللي ناله نظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر في العام الجاري. ما شفناش سوق سودا، ما شفناش حد خارج عن القانون، ده ليه؟ عشان نظام تذكرتي وفر عديد من الخصائص اللي كانت مهمة جدا، اللي هو بتبقى عارف مين كل واحد تذكرته ورقمه فين وعارف مين الشخصية دي ومتحرر عنها، ما عندناش أزمة في ملعبنا إن شاء الله لما نخش البطولة نشوف المنظر الجميل قدام حضراتكم ده مرة تانية، نشوف الأسر، نشوف كل العائلات مرة تانية بتشجع منتخب مصر في هذه البطولة، ولا أروع هذه الصورة مرة تانية نتمناها أن نشوفها وتتكرر في مدرجاتنا مرة تانية. نظام تذكرتي قدر ينجح في أنه يحقق ده، وقدر كمان يكسر حاجز السوق السوداء ويعمل انفراجة في مسألة التذاكر، كل واحد قادر أنه يروح بالآي دي بتاعه ويروح يقدر ياخد تذكرته اللي حاجزها من خلال موقع تذكرتي.
منظر جميل بصراحة، وإن شاء الله نقدر نشوفه مرة تانية في المرحلة القادمة مع افتتاح البطولة مباريات منتخبنا الوطني. خلينا نروح للمنتخب الأولمبي للمنتخب الأول، حيث قرر الكابتن حسام البدري المدير الفني السماح لوسائل الإعلام المختلفة لحضور المران الأول للفريق لمدة 15 دقيقة، ذلك مساء يوم الثلاثاء اللي هو غدا إن شاء الله بعد بدء المعسكر المغلق. وهيكون المران في الخامسة من مساء يوم غد الثلاثاء على استاد برج العرب الرئيسي في أول أيام معسكر الفريق. بينطلق معسكر المنتخب الوطني يوم الثلاثاء ويتخلله مباراة ودية يوم 7 نوفمبر أمام ليبيريا قبل أن يواجه كل من كينيا وجزر القمر المقرر إقامتهما يومي 14 و18 من نفس الشهر في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. خلينا نشوف تقرير كده مع جماهيرنا عن اللاعبين المنتظر تألقهم في المنتخب خلال المرحلة القادمة ونرجع مرة تانية. ان شاء الله احمد السيد زيزو نجم نادي الزمالك القادر، لانه هو لاعب بيلعب في مركز 10 ومركز 9 فالدنيا ظابطه ان شاء الله. يعني انا شايف عبد الله جمعه لانه من احسن الباكات في مصر حاليا دلوقتي، يعني عبد الله جمعه وحمدي فتحي. يعني حمدي فتحي مميز جدا، من احسن خط وسط في مصر، في هاف ديفندر حلو جدا، وبيلعب في نص الملعب عموما، ممكن يلعب في اي مركز في نص الملعب. وعبد الله جمعه باك ليفت رائع، يعني انا شايفه احسن باك ليفت في مصر الصراحه. صب ماتش ان شاء الله. وشايف برضو حمدي فتحي، رغب بكار، ممكن يكون عبد الله جمعه، رغب بكار، ده اللي اقرب الناس من وجهه نظري. حمدي فتحي وحسين الشحات، الاثنين دول انا متاكد منهم ان شاء الله. فيس بس هو ياخد الفرصه. عبد الله جمعه خصوصا احنا ما عندناش باكات شمال كتير كويسه، يعني بس عبد شافي وعبد الله جمعه هو اللي جاي، يعني عبد الله جمعه هو اللي يعرف يأدي بعد كده. انا شايف ممكن عبد الله جمعه، حسين الشحات. اللعبة كلها بصراحة زي الفل، اللعبة كلها حلوة. يعني هو بإذن الله لاعب ممتاز وهيعمل شغل جامد قوي، وفي حركة وبساط لا حلو حلو، يعني إن شاء الله حسين الشحات بإذن الله يكون عامل اسم جامد. يعني بعد كده عشان كده هو جه الأهلي، فحسين الشحات يعني هيبقى أفضل لاعب وهيبقى فرصة كويسة للمنتخب إن شاء الله. حالة لطيفة لما بنشوف الشارع المصري بيتحدث كده بإيجابية عن أكتر من لاعب، مش لاعب واحد هو المتوقع تألقه في المرحلة القادمة مع المنتخب الأول. ويمكن اللي احنا بنقول ده يمكن الشارع المصري كان عنده زعل شوية من المنتخب بسبب أكيد الأمم الأفريقية والخروج اللي ما كانش راضي عنه الكثيرين، ولكن لما نشوف تردد أسماء متعددة سواء أهلي أو زمالك وكلاهما من بيبقى من كل المتابعين، سواء بقى هنتكلم عن حسين الشحات، عبد الله جمعة، رجب بكار، العديد من الأسماء اللي اتقالت كمان في هذا التقرير، كل ده أكيد في ثقة في اللاعبين دول كلهم إن هم يقدروا يعملوا حاجة جديدة أيضا في ظل تولي كابتن حسام البدري المهمة. إن شاء الله يكونوا موفقين ويسعدوا المصريين مرة تانية زي ما عودنا منتخبنا إن بيرسم الابتسامة على وجوه المصريين. لازلنا مع أخبار المنتخب، ويمكن كمان بينضم لاعبو النادي الأهلي الدوليين من المعسكر المنتخب الوطني غدا الثلاثاء بعد عودتهم ظهر اليوم من الإمارات وفقا للاتفاق المبرم من مسابقة إلى مسقط رأسه في سويسرا لقضاء أجازة هناك لمدة 3 أيام تبدأ من يوم 7 نوفمبر الجاري، ويقود فايدر حاليا تدريب النادي الأهلي في المعسكر الخارجي بالإمارات اللي انطلق الخميس الماضي وبيستمر حتى بعد غد الأربعاء استعدادا للارتباطات المقبلة للنادي الأهلي على الصعيدين المحلي أو الإفريقي. وبيصل النادي الأهلي تدريباته اليومية على ملعب شباب أهلي دبي خلال المعسكر اللي بيتطلع فيه الجهاز الفني لتحقيق أكبر مكاسب فنية وتنفيذ خطط ورؤية الجهاز الفني تمهيدا لتطبيقها عقب عودة مسابقة الدوري العام مرة تانية، وكذلك المشوار الأفريقي حيث يلعب النادي الأهلي مع النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في انطلاق منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. خلينا نروح دلوقتي نشوف تقرير مع مروان محسن مهاجم النادي الأهلي ونرجع مرة تانية. شفنا مع حضراتكم من التقرير الخاص بنجم النادي الاهلي مروان محسن اللي يمكن فعلا لعيب شويه الحظ ما بيخدموش او ما ساعدوش في احيان كثيره جدا، الاصابات المت بيه في اكثر من موقف، هو خلاص بيقترب ان يرجع تاني لمستواه، لكن
بيلم بيه اصابه مره تانية، ولكن حديثه عن المعسكر اكيد بيتكلم عن التركيز الموجود والتفاؤل الموجود عند اللاعبين بفايلر كمان، والثقه المتبادله ما بينهم، وانه شايفين ان فايلر قادر انه يحقق انجازات مع النادي الاهلي. ثقه اكيد لما بتتولد بتبقى حاله ايجابيه جدا ما بين اللاعبين والمدير الفني، ان هم بيثقوا فيه في كل قراراته. هو حتى من اللاعبين اللي بيقول انا بسمع كلام المدير الفني، بيشوف ايه المطلوب منه، بحاول انفذه بشكل كبير جدا في الملعب. نتمنى ان شاء الله نشوف مروان محسن في احسن حال، اكيد ده في صالح النادي الاهلي، نتمنى له التوفيق معاه عشان في النهايه يوصل لمستوى اعلى ونشوفه في منتخب مصر مره تانية. مره تانية بالتوفيق لمروان محسن في المرحله القادمه وللنادي الاهلي في معسكره. نروح من النادي الاهلي لنادي الزمالك، ونروح للقلعه البيضاء اللي قرر المدير الفني الصربي ميتشو اشراك لاعبي الفريق الدوليين في مواجهات جولدن الوديه التي ستقام في الخامسه مساء اليوم ضمن الاستعدادات لاستئناف منافسات سواء محلية الأفريقية عقب نهاية فترة التوقف الحالية، حيث يرتبط الأبيض بمواجهتي إنبي في بطولة الدوري الممتاز ولقاء مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا المقرر له يومي يوم 30 من الشهر نوفمبر الجاري. وذلك ستواجد طبعا الرباعي طارق حامد ومحمود علاء أحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة لاعب المنتخب الأول مع الزمالك بشكل طبيعي في مواجهات جولدي دون الحصول على راحة قبل الانتظام في معسكر المنتخب لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر. وما زال يدرس ميتشو مسألة إشراك محمد عواد حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني من عدمه خلال اللقاء الودي، حيث سيتم الاطمئنان في حالته أولا قبل إشراك في مواجهه جولدي بعد تعافيه طبعا، وبيتاكد من تعافيه طبعا اثر اصابته في الرقبه اللي لحد من خلال اللقاء الابيض مع الاخير امام جينياسون فوت السنغالي. كانت اصابه اكيد كلنا اتخضينا فيها وعلى اثرها طلع عواد من الملعب، ولكن خلينا نرجع تاني للزمالك. وطبعا احد نجوم نادي الزمالك وايضا نادي الاسماعيلي ومنتخب مصر كابتن خالد القماش، اهلا بيك كابتن خالد معانا وسعداء بوجودك معانا في تايم لايف. ايوه الله يبارك فيك، انا سعيد جدا وجودي معاك، بارك الله فيك. كابتن خالد خليني ابتدي معاك عن منتخب مصر للاولمبي. نعم. واكيد منتخب مصر الاولمبي اكيد كل الانظار اليه دلوقتي في ظل ترقب افتتاح بطوله كاس الامم الافريقيه تحت 23 عام اللي بتقام في مصر. شايف استعدادات كابتن شوقي غريب ورفاقه لهذه المعترك الهام جدا اللي اكيد كلنا نسعى ان يكون اللقب من حليف المنتخب الوطني وايضا الصعود منه لطوكيو 2020 ان شاء الله. طبعا اكيد طبعا الواحد واقف بكل قلب طبعا مع منتخب مصر بيلعب في ملعبنا وبطوله رغم تحت 23 سنه، لكن انا بتكلم على حته انتماء ولا حته ان انا بحب جدا جدا لما يبقى جهاز وطني. فبالتالي كابتن شوقي غريب ورفاقه هو الاقدر والافضل والاحسن عن اي مدرب اجنبي بيجي. فانا شايف ان الاستعدادات جيده للغايه. المباراه يعني الميزه الجامده جدا 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 هي لابد انها تبقى حته العامل الاكبر هو عامل الجمهور. يعني في بطولات كثيره جدا 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 سواء عن طريق الانديه او عن طريق المنتخبات المختلفه، خاصه كلنا نفتكر كابتن حسن شحاته بدايه الحصول على ثلاث بطولات افريقيه 2006 اعتقد كان هنا. يعني كان الجمهور هو العامل الاكبر والاهم والاحسن والافضل، هو اللي هيدينا دفعه قويه جدا جدا. اتمنى يبقى الجمهور يدخل بعدد كبير جدا جدا، هتبقى هي خاصه ان دول شباب صغيرين محتاجين الدفعه المعنويه الجمهور. صحيح. اعتقد يعني هي دي الدفعه اللي هتفرق معانا كتير جدا جدا. يا سلاح ذو حدين يا كابتن برضه في حته الجمهور، يعني يمكن اللعيبه دي اغلبها ما حضرش او ما لعبش مباريات في حضور جماهيري، فوارد ان هي لو لا قدر الله مثلا ما وفقوش في اي حال من الاحوال في بهدف او دخلوا استقبل هدف في مباراه ما، هيبقى ضغط كبير جدا عليهم من الجماهير في تواجده. انت شايف برضه بيبقى ازاي التعامل مع الجماهير؟ المفروض كابتن شوقي يوصلوا للاعبين ان هم ياخدوه بالعامل الايجابي اكتر منه سلبي. أنا معك طبعا، والتوفيق وعدم التوفيق ده يعني بينهم شعرة رفيعة جدا جدا جدا، لكن طبعا لابد الحاجات دي كلها هي عوامل نفسية لابد ان الجهاز الفني يتعامل معاها بكفاءة غير عادية. لكن أنا شايف ان اللعيبة نوعية اللعيبة الموجودين خاصة الخط الأمامي، يعني كان مصطفى على رمضان على مسمار، يعني مجموعة من اللعيبة جدا مميزين جدا جدا جدا. وأعتقد ان اللعيبة دي هيبقى لها دور ودور غير عادي مع المنتخب الأول كمان. صحيح. بعد البطولة دي هيبقى لعيبة أساسية، لأن لعيبة مميزة جدا جدا فنيات عندهم عاليه جدا. فبالتالي هم تعاملوا برضه مع الاهلي والزمالك غالبيتها هؤلاء اللاعبين، فبالتالي هيعرفوا يتعاملوا مع حته الجمهور. انا شايف ان الجمهور هو الاهم، اتمنى ما يبقاش في حته
يعني اعداد معينه تدخل والكلام ده كله هيفرق كتير جدا، خاصه البطوله على ملعبنا في بدايه المباراه قدام مالي، خاصه الفرق قويه جدا جدا يوم 8 باذن الله تعالى ربنا يكرمنا، لان اعتقد ان المباراه دي هي زي ما تقول رمارت الميزان بتاعنا. اكيد يعني هو الستارت لما بيفرق بنتيجه ايجابيه هيفرق كتير قوي مع الفريق في مشواره يعني. اكيد يعني عشان كده بقول لك البدايه مهمه جدا جدا، اتمنى على التوفيق لينا يعني. الاختيار اللي تم الوقوع عليه هو يمكن الاكثر واقعيه والاكثر فعلا استحقاقا لانضمهم للمنتخب، كان فيه يعني اسماء تانية كنت شايف ان هي ممكن تكون لها حظوظ في تواجدها في المنتخب الاولمبي؟ انا عشان اسماعيلاوي فاقول لك كل لعيبه النادي الاسماعيلي يعني، خاصه النادي الاسماعيلي في مجموعه من اللعيبه المميزه جدا صحيح، وممكن يلعبوا في اكثر من مكان، كان احمد ايمن، كان صادق، لعيب مميز، استبعاد محمد صادق عن القائمه اكيد، صادق يعني يمكن اصابته اخرته شويه، لكن لاعب مميز جدا جدا، ممكن تحطه في اكثر من مكان، لاعب مميز، انا شايف من اكثر اللعيبه اللي واحد زعلان عليها طبعا محمد صادق، بس موجود عبد الرحمن مجدي برضه من اسماعيل اكيد طبعا، لكن خلاف الموجود ايا كان مين هم يعني، فاهم ازاي؟ فبالتالي باذن الله تعالى عشان وضعيه واسم مصر طبعا اتمنى باذن الله التوفيق وربنا يكرمنا فتحت خير على المنتخب الكبير اللي بعد كده باذن الله تعالى، الحاجات دي كلها بتربط مع بعضيها على فكره. اكيد طبعا. استبعاد احمد حمدي كان بالنسبه لك مفاجاه ولا وارد في بدائل ليه في المراكز ده؟ لا لعيب مميز جدا جدا جدا، لا غبار عليه طبعا، من اللعيبه اللي الواحد بيتمتع لما يتفرج عليه، فبالتالي طبعا لا اكيد طبعا انا معاك طبعا أكيد. طيب خلينا اسالك عن يمكن الفرق الافريقيه، الفرق الافريقيه دايما عندنا مشكله في المراحل اللي هي تحت السنيه الكبيره دي، بيبقى عندهم التسنين، بيبقى عندهم مشكله في السن بتاع اللعيبه نفسها، بنشوف اجسام وبنشوف لاعبين مغيرين جدا لواقع اللي المفروض عليه سن اللاعب دلوقتي، ولكن هل مساله ان احنا 23 سنه برضو لاعبتنا مش هيبقى فيه جاب كبير قوي مساله التسنين ومساله الاعمار السنيه الغير طبيعيه في الفرق الافريقيه؟ احنا محتاجين جدا جدا، اعتقد مصر غير اي بلد تاني يعني، لكن انا طبعا الحاجات دي كلها شفتها وعشتها يعني حتى من ايام كنا بنلعب الحاجات دي كلها موجوده، او كنا مدربين الحاجات دي كلها موجوده، فبالتالي طبيعي جدا جدا انك انت الفنيات باذن الله تعالى تتفوق على هيئه القوه او هيئه الاوفر ايج دي تتفوق عليها باذن الله تعالى، وباذن الله تعالى ربنا يكرمنا ويوفقنا باذن الله تعالى. الكره الافريقيه اختلفت كثيرا قوي يا كابتن، يمكن من صغار السن دلوقتي بقى عندهم هم كمان الاحتراف مبكر جدا عن عندنا، يمكن عناصر قليله جدا عندنا اللي في المنتخب الاولمبي، مش زي بقيه المنتخبات الافريقيه اللي اصبح عندها عناصر مميزه جدا وبتحترف للخارج. هل ده هيزود صعوبه البطوله او اللي هيخليها اقوى من خلال تواجد محترفين كثر من الفرق الافريقيه؟ اكيد، لان هم بيطلعوا بدري عندنا سمك انك تكمل في النتيجه لغايه فتره معينه، هتكمل او مش هتكمل، لا طبعا عندهم الحته دي مفتوحه ومجال كبير قد يكون، لكن انا شايف ان ممكن يعني زي ما تقولي رجعنا انك انت بتروح تشتري العبد يعني، مش قصدي الله يعني، لكن قصدي اقول لك يعني بياخدوه بدري يعني، اقصد اللاعب وهو صغير يعني عشان يقدر ان هو يشكله بالشكل اللي هو عايزها يعني. الله ينور عليك، بعد كده انا يعني غالبية الجمهور مجهول. بس ممكن تتحرك في حته بس الشبكه بس يا كابتن، بتروح وتيجي لو في امكانيه كابتن خالد نتحرك بس عشان الشبكه؟ اتفضل. كان يكون في عديد وكلاء اللاعبين الاجانب يحضروا طبعا، عشان هيبقى في لعيبه كثيره جدا، وخاصه الانديه المصريه هيبقى اللعيبه اللي قدامها اللي عندهم هيتفرجوا على المنتخبات دي على اعتبار اختيار اللعيبه وخاصه الاهلي والزمالك. دي نقطه كنت هكلمك فيها، حته التحفيز، كل الناس دلوقتي عارفه الانظار كلها بتيجي البطولات اللي زي تحديدا زي الامم الافريقيه عشان يسلطوا الاضواء على اللعيبه المميزه ويتم استقطابها للفرق الافريقيه، هل ده بيبقى حافز ولا في بعض الاحيان مشتت لتركيز اللاعب عشان حابب انه يطلع بافضل صوره، فممكن تاثر على ادائه، سواء بقى زي ما احنا بنقول بلغه الكوره يتأنى شويه على كوره، يتقل على الكوره، ما بقاش فيه لعب وتعاون ما بين اللاعبين الاخرين، ده ايجابي ام سلبي؟ هو ليه ايجابياته وسلبياته، ايجابياته زي ما قلت لك انا قبل كده ان هي حته انك انت ايه هتشد حيلك جدا جدا عشان خاطر يعني مستقبلك مربوط بهذه الحاجات دي، لو لعيب مش معروف او مغمور او حاجه زي كده او بعيد عن المشاركه، فبالتالي انت لما فرصه ان تظهر للسوق طبعا الا بقى لو انت بقى باذن الله تعالى كانت حته انانيه وانا عاوز اظهر وانا عاوز احترف وانا عاوز اروح وانا عاوز اجي، فممكن الكلام ده كله يجي بنتيجه عكسيه ويظهر مستواك انت او فرديه. اتمنى ان الحاجات دي لو رحنا لها بقى اهلي وزمالك واختيارات وكلام من ده يبقى عملية صعبه جدا جدا، هتندرج على النتائج سيئه، واتمنى باذن الله الكلام ده ما يحصلش. تحب يعني فكره تاهل المنتخب او ثلاث منتخبات عفوا لطوكيو 2020، هل ريحت شويه من الطموح انه يبقى عندك ما عندكش ضغط نفسي قوي ان هم ثلاث فرق اللي هيطلعوا، ولا بل بالعكس ان هي حطت ضغوط على ان هو يعني عندك ثلاثه هيطلعوا وانت لو ما وفقتش في ان انت تكون منهم يبقى عندك مشكله كبيره جدا في ظل وجود فرق قويه جدا، مجموعتين قوي، مش عايز اقول مجموعه مصر فقط القويه.
الواقعيه تقول لك طبعا مديك ارتاحيه لكثير من المدربين، لكن الفعاليه فعلا انك هتلاقي مصر هتلعب في ملعبك وعلى ارضك وجمهورك، فبالتالي مفيش غير نمره واحد نمبر 1، فبالتالي هل هتنجح او مش هتنجح؟ الكلام ده كله مرتبط، خاصه اتمنى ان ضربه البدايه تبقى فأفضل حالتنا سواء نحل كأداء أو كنتيجة بيه. المصريين كلها يعني متابعين البطولة دي ومعلقين أمال كبيرة جدا على المنتخب الأولمبي في ظل إخفاق المنتخب الكبير ده، حاطط مسؤولية كبيرة جدا على اللاعبين. اللاعبة إزاي ممكن تفكر بإيجابية بعيدا عن أن يبقى هذا الضغط، أن الناس كلها شايفة أن المنتخب ده هو الأمل ويقدر أن هو يسعدهم بعيد عن الإخفاق اللي حصل المفروض الأول؟ يعني كل لاعب لابد انه يرسم نفسه خريطه طريق، يعني انا لو ربنا كرمني هنا ربنا يكرمني في المنتخب، ربنا يكرمني ممكن احترف بره، ربنا يكرمني في منتخب مصر الاول، فبالتالي درجات انا بتعداها او بطلعها. لكن لا قدر الله اي نتيجه سلبيه اي اداء سلبي هتندرج او هبص الاقي كل طموحاتي هتروح، فبالتالي الكلام ده كله مرصود بعض، واتمنى ايجابيات تبقى من خلال المحاضرات اللي كان الكابتن شوقي غريب ورفاقه ان هم يفوقوا الفرقه تبقى خلي الحائط فوقان باستمرار باذن الله تعالى عشان تبقى في نتائج ايجابيه. خالد، لو عندك فرصة ان انت تكون دلوقتي في جلسة مع لاعب المنتخب الاولمبي، جلسة ودية، وانت من اللعيبة من مدربي الفنيين اللي بتقدر تتعامل مع الجانب النفسي قوي، تحب تقول لهم ايه؟ تنصحهم بايه في ظل ان هم طبعا كل لاعب دلوقتي زي ما انت بتقول شايف ان ده المستقبل والمحك ده هو اللي هيرسم خريطة طريقه لمستقبله، وفي ظل بطولة قوية جدا زي اللي احنا شايفينها وكمان هتصعدوا لطوكيو 2020، تحب تقول لهم ايه؟ يعني طبعا لو انا قاعد معاهم طبعا هكلمهم الناحيه النفسيه، في الناحيه التحفيزيه، في الجمهور اللي لابد انه بيرد عنك، في مكسبك على ملعبك، في انك انت تطلع انك انت تبقى لك مستواك وافضليه في حياتك كلها المستقبليه، في النماذجيات، في احترافك، في منتخبك، في اناديك، الكلام ده كله مرتبط من خلال اداء طيب والبعد عن اي مشاكل ممكن تعطلك. ولو حابب تقول لهم عن الخصوم اللي يمكن زي ما احنا قلنا دلوقتي هم اسماء ومحترفين في الخارج، ان ده كلها في الاول في الاخر مفيش مشكله فيها، ان اللعيبه دي تقدر تتجاوزها وتقدر ان هم يلعبوا مباريات قويه معاهم. طبعا المباراه مش سهله على الاطلاق، مباراه صعبه جدا جدا، وعشان لابد كل واحد لابد انك تتعب جامد جدا جدا عشان تبقى تلاقي النتيجه تعبك ده، مش الموضوع مش سهل، ما ترميش ابدا حته الجمهور او ملعبك، لا طبعا لابد انك انت كل واحد يجتهد عشان خاطر النتيجه الطيبه باذن الله تيجي باذن الله تعالى. اخر رساله للجماهير تحب تقول لهم ايه؟ جمهور مصر مش محتاج رساله، جمهور مصر حاضر على الدوام ان شاء الله، ربنا يكرمنا من خلاله ان شاء الله. تخيل كابتن خالد القماش، بنشكرك لوجودك معانا في مداخله كانت عن منتخبنا الاولمبي، كنا سعداء بوجودك معانا مدير الفني السابق نادي الاسماعيلي، اتكلمنا في نقاط مهمه جدا، العامل النفسي اكيد هيفرق مع لاعبينا في وجود الجماهير ان شاء الله، وايضا ضربه البدايه هيتبني عليها الكثير في مشوار منتخبنا في هذا البطوله، اللي ان شاء الله يكون سعداء الحظ منتخبنا ان هو يحصل على هذا اللقب ويرجع تاني بابتسامه للمصريين بعد اخفاق الفريق الاول. اكيد مسؤوليه كبيره جدا على شبابنا وهم ادي المسؤوليه زي ما قدر منتخبات اخرى زي منتخب اليد انه يسعد المصريين ايضا وباقي اللعبات المختلفه في الالعاب الفرديه في دوره الالعاب الافريقيه، وعملنا انجاز كبير جدا يداروا شبابنا اللي كل مصر بيثق فيهم ان هم ادي المسؤوليه ان شاء الله في هذه البطوله. اسعاد كل المصريين المتابعين واكيد لكل جماهيرنا، اكيد هم على موعد على افتتاح البطوله يوم الجمعه ان شاء الله، نتمنى تواجد الجماهير بسهوله. دلوقتي بقينا نخش الملعب، ما بقاش فيه توقيتات تروح بدري قوي ولا يبقى عندك صعوبه في الدخول الملعب، نظام تذكرتي والبوابات الالكترونيه وفرت الكثير في ان انت تقدر تقول بوقت كافي جدا قبل المباراه تخش وتقعد على مقعدك في الملعب ان شاء الله. نشوف بطوله وافتتاح ولا اروع من كده في يوم الجمعه القادمه في على استاد القاهره. هروح لاتحاد الكره المصري اللي كمان مسؤول لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم وضعوا خطه لتدريب نحو 50 حكما على تقنيه الفيديو اللي احنا نادينا بها كثيرا، والكل كان بيتساءل ايه السبب في تاخيرها. الموسم الماضي قال في بدايه الموسم ده هيكون عندنا تقنيه الفيديو، ولكن بعد ردود الافعال من المجلس السابق والمجلس الحالي بيحاول يتفاداها، الا وهي التكلفه العاليه، الا وهي ان ما عندناش حكام يقدروا يتعاملوا مع تقنية الفيديو. دلوقتي خلاص وضعوا خطة لتدريب الحكام على تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة تمهيدا لتطبيقها إن شاء الله خلال الدوري الحالي، وبنأكد عندي التصريحات بتقول خلال الدوري الحالي بحسب ما أعلن مسؤوله الجبلاء. وبيحاول اتحاد الكرة توفير احتياجات تقنية الفيديو اللي بتتطلب من 6 ل 12 كاميرا داخل الملعب، بجانب ضرورة تطبيق التقنية لفترة شهر ونصف تقريبا بنظام الأوفلاين بحيث يتم تجربتها في المباريات بالفعل، لكن لا يتم الأخذ بقراراتها. يعني إيه؟ هتبقى بشكل بروفة، نحاول إن احنا نشوف إزاي أداء الحكام
هيتعاملوا معاها، وفي نفس الوقت القرارات اللي بتطلع منها بنسبة كام في المية قرارات سليمة. ده شيء أكيد في النهاية هيبقى ليه مردود إيجابي عند الفرق لما تيجي تلعب فعليا بتقنية الفيديو، إن هم خلاص لا متأكدين إن هم اتدربوا على هذه التقنية وقدروا يطلعوا بقرارات كبيرة جدا صحيحة، أكيد هتبقى في صالح الفرق اللي بتستفيد من تقنية الفيديو. هنروح دلوقتي نشوف تقرير مع الجماهير والسؤال المتداول في الشارع الرياضي حاليا عن الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني، هل قادر على تكرار الإنجازات اللي حققها قبل كده كابتن حسن شحاتة ولا لا؟ نرجع مرة تانية حضراتكم. مدرب كفاءة، مع اننا زملكاوي بس انا عارف انه مدرب محترم. لا والله من الصعب ان اي حد يحل محل كابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته انا امله ما يتعملش. هو بدايه لسه ما اتضحتش الصوره قوي ان هو هيقدر يكرر او لا، بس كابتن حسين بدري من اللي معروف عنه ان هو بيقدر يطبق القوانين، بيقدر يطبق الالتزام على اللعيبه كده، ممكن يطبق ده، ممكن توصل لمرحله ان هو يعيد انجازات حسن شحاته. هو ممكن لو هو اشتغل على الامكانيات اللي معاه وحاول يعليها جامد قوي في ان هو يختار حسن اختيار جامد في اللعيبه، وما يختارش ما يركزش على لعيبه معينه، يعني يختار اللي بيأدي حلو في الموسم والكلام ده كله، بالتالي ممكن يكون يقرب من مستوى كابتن حسام شحاته والجيل اللي كان معاه. باذن الله يقدم اضافه كبيره ان شاء الله. يعني ان شاء الله هم عاملين فرقه حلوه معاهم، بسم الله ما شاء الله منتخب حلو، محمد صلاح ان شاء الله يأهلنا، ونظريته وسياسته في الفريق ان شاء الله هتأهلنا ان شاء الله. اعتقد انه لا، لان احنا مش معانا الجيل الذهبي، بس معانا لعيبه محترفه كتير جدا، لكن احنا مش قادرين نستغلهم صح. يعني مثلا محمد صلاح وعمرو ورده، تريزيجيه، واحد زي تريزيجيه ده المفروض ما يطلعش من الملعب. شايف ممكن يعدي كمان كابتن حسن شحاته عشان هو كان متميز جدا مع الاهلي. كان كابتن حسن شحاته مع لعيبه جامده قوي، يعني بعكس اللعيبه اللي مع كابتن حسام، بس يعني اللعيبه اللي موجوده دلوقتي كويسه وان شاء الله نقدر نحقق حاجه يعني باذن الله. تفاوتت الاراء يمكن في الشارع المصري الكروي بخصوص كابتن حسام البدري قادر ام لا على اعاده الانجازات، واحنا ان شاء الله في ظهر منتخبنا ويبقى قادر ان هو يعيد تاني الانجازات مره تانيه، وان شاء الله البدايات هتبقى ايجابيه جدا مع كابتن حسام البدري في حال ان شاء الله تفوقه في المباريات القادمه. خلينا نطلع لفاصل، بعد الفاصل هنرجع تاني مره تانيه ونكمل ما تبقى من حلقتكم النهارده في تايم لايف. جد التحية بحضراتكم مرة تانية. خلينا نروح كده الأخبار، الفرق المصرية اللي شاركت فيها البطولة الأفريقية، قرر كابتن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لثلاثة أيام كاملة على أن يستأنف الفريق طبعا تدريباته في الخامسة من مساء الخميس المقبل استعدادا لمباراته بالجولة السابعة من الدوري، واللي بتجمع بنظيره المقاولين العرب، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الاثنين الموافق 25 من نوفمبر الجاري على استاد الجيش بالسويس. فاز مصر طبعا امس على بطل سيشيل بهدفين للا شيء ليصعد النسور الخضر الى دور المجموعات من النسخه 17 لبطوله الكونفدراليه. وعلى الجانب الاخر اعرى كابتن ايهاب جلال المدير الفني نادي المصري عن سعادته بالفوز في المباراه والصعود لدوري المجموعات، وصرح كابتن ايهاب جلال كمان وقال ان الفوز برباعيه نظيفه في مباراه الذهاب حسم التاهل مبكرا واسهم بالتالي في هدوء مباراه الامس، ومشير الان ان المصري خرج بعدد كبير جدا من المكاسب في مباراه الامس، وكان اهمها مشاركه احمد جمعه في المباراه بالكامل واحرازه الهدفين جميلين جدا وتوج بهما طبعا بمجهودات طوال المباراه. خلينا نروح لتليفون مهم جدا من بورسعيد مع الكابتن حمد ابراهيم مدرب الفريق. اهلا بيك كابتن حمد، مليون مبروك لنادي المصري واهلنا في بورسعيد المدينه الباسله، اكيد سعداء باداء فريقهم والنتيجه اللي خرجوا بيها بمباراه الامس. ربنا يخليك يا فتح الله وتحياتي ليك، ومبسوط جدا ان انا معاك، وحشني جدا. ده شرف لينا.
ويمكن كنت بمباراة الذهاب كانت يعني اريحت الكثير جدا، 4 أهداف كانت كفيلة جدا ان هي تريح الفريق، ولكن لعبت مباراة فعلا كانت جدية جدا واحترمت المنافس وقدرت اطلعه كمان بنتيجة ايجابية بالامس. اكيد ده اللي يدل ان في تركيز من كابتن ايهاب جلال اللي يكون الاداء واحد ويكون مستوى الفريق واحد، ما يبقاش في تراخي في مشواره الافريقي. هو طبعا النتيجة المباراة الأولانية الحمد لله كان ربنا كبير معانا، وإن احنا نكسب 4 هناك فدانا أريحية شوية، قدرت تعمل حاجات وإن أنت تغير في بعض اللعيبة وتريح اللعيبة الباقية، وإنك أنت تشوف برضو منتهى الجدية. كنا بنتكلم إن احنا المباراة دي هتبقى مباراة صعبة جدا، مش من حيث إن فرقة بقى جاية مغلوبة 4 فتح الله، فعايزة تعمل أحسن حاجة عندها عشان تبين للناس إن شكلها ما بقاش وحش أو قدام بلدها، أو فانت لازم هتلعب بمنتهى الجديه ولازم يبقى بنفس النظام ونفس الطريقه. وقدرنا جوه المباراه ان احنا نغير احمد عبد الفتاح اول مره يلعب معانا الموسم دوت، عمر كمان لعب واحد، حجاج عمر بقى له فتره برده كان ما كانش موجود معانا بقى له ماتش، حجاج احمد جمعه طبعا. احمد جمعه ده مكسب كبير قوي بصراحه طبعًا. يعني احمد جمعه بعد الاصابه انا كنت متخيل هياخد فتره ان يرجع تاني لحساسيه التهديف، ولكن بصراحه تفوق على نفسه وتفوق على كل متابعينه، وفعلا ادى رساله قويه جدا لكل عشاق الفريق المصري ان هو قادر ان يقود مسيره الخضر مره تانية. والله احمد جمعه لعيب كبير يا فتح الله، وكابتن من كباتن الفرقه، وانت انك انت يرجع حد بالقيمه ديت، فبتدي طمانينه للناس اللي بتلعب حواليه، وان هو يختار في منتخب مصر، فدي رساله لكل اللعيبه ان كل اللعيبه هتقدم منتهى الجديه، واللي بيقدر يشتغل ان شاء الله باب المنتخب مفتوح، فدي رساله كويسه للعيبه. على رغم كمان انا عايز اقول برضو مش احمد جمعه بس متالق، وكمان محمود وادي، يعني الاثنين دلوقتي عندك انت اثنين فايقين بلغه الكوره، فده اكيد هيفرق مع المصري يعني. والله كلهم الحمد لله، وادي واموتو واسون اموتو واحمد ياسر حسين رجب، يعني الحته اللي قدام انت عندك طمانينه فيها بنسبه كبيره، غير الناس اللي شغاله ورا بتشتغل بمنتهى الجديه، فده بيديلك اريحيه شويه. أكيد. طبعا انك انت برضو الموسم تغير 50% من القوام الاساسي في الدوري العام، فده بيديلك بعد شويه حاجات فتح لازم نقعد ندوس عليها، كان عدم الانسجام وكان وارد يكونش في انسجام من اللعيبه اللي داخل، بقى بتديلك جزء شويه في انك انت في الاداء نفسه بيبقى مختلف، غير ان احنا بنلعب باشكال طرق مختلفه، فاللعيب عقبال ما يتعود. عايز اضيف حته كده يا كابتن حمد، وريت يعني اكيد كلنا وبصراحه تابعنا المصري في مرحله واونه التفاوض مع كابتن ايهاب جلال مع المنتخب الوطني، شويه الاداء تذبذب، سريعا كده شفنا لا الامور تم مره ثانيه ادراكها، والمصري بدا يعمل نتائج ايجابيه، عملتوا ده ازاي سريعا كده؟ والله برضو هي ما خدتش من ذهننا كتير، طبعا كان حاجه مهمه جدا ان كابتن ايهاب، شرف كبير ان اي مدرب يبقى محطوط في المكان دوت بتاع منتخب مصر، لكن هي خدت من اللعيبه فتح الله اكتر، لان اللعيبه قعدت حوالي 10 ايام او اكتر من اسبوعين بتتكلم ان المدير الفني خلاص رايح منتخب مصر، وكان هو المرشح الاول، فاللعيبه نفسها بقى عماله تفكر، حتى كنا احنا بنحاول نهديها، احنا ما غبناش تمرينه واحده، كنا بنحاول نهدي اللعيبه انك انت الراجل موجود لغايه اخر وقت معاك، وحتى لو في نصيبه مشي هتبقى اللي هيجي، طبعا كل تفكير اللعيبه فتح الله بيروح في اتجاه مين اللي هيجي ومين هيتعامل معانا زي معامله المدير الفني ده ولا لا، ولا هيتعامل بشكل تاني، فبتاخد من ذهن اللعيبه، لكن الحمد لله رب العالمين في اخر 4 مباريات دول يعني التركيز رجع تاني، واللعيبه بدات شغاله بشكل مميز جدا، اللعيبه بتادي، برضه هنفضل لغايه اخر وقت فتح الله هنصلح للعيبه في كل مباراه، وهيبقى ناقصنا حاجات هنعملها المباراه اللي بعدها، يعني هتفضل طول الوقت انت بتشتغل، ما حدش بيبقاش عنده اخطاء، لازم يبقى عنده اخطاء، بس المهم انك تدرك اخطائنا دي. صحيح كابتن حمد، لازم توصل لاحسن جمهور البورسعيدي تحديدا، واحنا كمتابعين اكيد للمصري كلهم عندهم دوافع كبيره جدا مع نادي المصري البورسعيدي، هل طموحات الجمهور بتتوافق مع وجهة نظر الجهاز الفني؟ هل هيبقى المشاركة في الكونفدرالية هل مشاركة مشرفة ولا لا؟ عندنا طموح، عندنا إصرار على ان احنا نوصل لأبعد نقطة، وارد يكون هي مباراة النهائي في الكونفدرالية. شخصية الجهاز الفني فتح الله لو الناس عارفة كابتن إيهاب مع الجهاز كله بفضل الله، احنا ما بنلعبش مشاركة ابدا مشرفة، حتى في كل مباريات كل مباراة بنلعب على 3 بونت على طول، فديت بتدي لك اهمية لكل مباراة انك انت تاخد 3 بونت، يعني انت عايز توصل لحتة مختلفة فتح الله، غير انك انت بيبقى معاك جمهور متحمس جدا بيحب فرقته وبيدي دوافع لفرقته، وبالتالي انت لازم تبقى انت على قد طموح الجمهور بتاعك انك توصل لاحسن حاجة، ودوت الحمد لله فيها اتفاق
ان شخصيه المدير الفني عنده طموح كبير جدا، مدير فني متطور بيحاول يعمل احسن حاجه عنده مع نفس الاتجاه مع الجمهور بتاعه. تمام. الحمد لله الاتجاهين واحد. تمام. احنا بنقول بس ان شاء الله باذن الله نعمل حاجه كويسه ترضي الجمهور وترضي مجلس اداره. وفي الاول ده على المستوى شغلنا ده على المستوى الافريقي. طب ده احنا كده بنتكلم عن مستوى افريقيا، عن المستوى المحلي اكيد، وده خط متوازي جدا لازم نؤكد عليه. عندك الموسم ده موسم قوي بالتاكيد، اهلي فايز، زمالك داخل دلوقتي خلاص بيحاول يعيد قدراته مره ثانيه عشان ينافس زي ما احنا متعودين الاهلي والزمالك، وكمان بيراميدز. طموحاتك ايه؟ وعندك مباراه قويه جدا مع فرقه برضو عندها طموح كبير جدا زي المقاولين، مباراتك القادمه العوده مره ثانيه في الدوري هتبقى معاونين العرب، وكابتن عماد النحاس اللي عنده طموح مع فريق المقاولين يكون في المربع الذهبي، واكيد المصري حابب يكون برضه في المربع الذهبي. شايف ازاي طموحات في الدوري المحلي؟ احنا عايزين نقول بس يا فتح الله، مش عايزين نقول المقاولين بس كمسمى، لكن فعلا الدوري السنه دي كله حتى يعني في مصر حتى الفرق اللي صاعده اسوان اول فتره من فتره طويله تلاقي حتى الفرق اللي صاعده بتكسب مباريات في بدايه الدوري وبتكسب وعامله شكل وعامله اداء كمان، ديت حاجه مهمه جدا. فدي احنا مش عايزين نسمي، لكن كل المباريات بتبقى صعبه من اول المقاولين من اول الدوري ما هيبدا المرحله اللي جايه بعد الراحه ديت، هيبقى دوري جامد جدا. غير ان انت عندك يوم 10 تصفيات الكونفدراليه، فهتعرف دوري المجموعات بتاعتك فين، فهيبقى عندك ترتيب للمباريات. الدوري المحلي هيبقى دوري السنه دي كل مباراه اللي هتاخد فيها 3 بونت هتبقى مباراه مهمه جدا، وتبقى اهم مباراه بالنسبه لنا يا فتح الله. مباراه كؤوس، عشان لو انت حابب توصل مربع ذهبي لازم كل مباراه مباراه كؤوس عشان تقدر تلعبها بشكل جد جدا وتحصل على الثلاث نقاط بتوعها. والله السنه دي فتح الله باذن الله احنا بنامل ونتمنى من ربنا ان احنا نوصل احسن يعني كمان حاجه كويسه يعني غير اللي الناس بتبقى شايفاها ان شاء الله، لان احنا زي ما بقول لك احنا كجهاز بنلعب كل مباراه على 3 بونت واحنا بس حته صغيره فتح الله قدرنا ان احنا بنلعب على ملعب واحد، فكل الفرق بتيجي تلعب بشكل وانت مطالب منك ان الملعب ده يبقى بتاعك حتى في المباراه اللي ليك او اللي عليك، فبتلعب بشكل مختلف انك انت ده ملعبك. طب دي ميزه ولا عيب يا كابتن حمد؟ يعني مش عارف اقول لك، يعني عارف انت خلاص خط على ارضيه الملعب وكل مبارياتك انت بتلعبها في الجو ده، بس ده العيب اللي فيها فتح الله ان الفرقه بتيجي تلعب بشكل مختلف وانت مطالب منك انت تلعب بشكل معين، لان في المباراه اللي ليك واللي عليك انت الناس بتعتبر ان دي الملعب بتاعك، فانت عايز تكسب الثلاثه بونت على طول، فبيجي الناس تقف لك تعمل زون او تعمل شكل وانت مطالب منك انك انت تعمل شكل مختلف في الاداء انك تكسب الثلاثه بونت على طول. متخيل انت بتقول اللي هو اللاعب يبقى جاي لو الفريق مش الملعب مش بتاعه فيبقى دايما عنده تحفظ شويه، لكن طبعاً انت عندك دايما الدوافع لازم تكون بتهاجم عشان اللي جاي لك ده متخيل ملعبك سواء مباراه ملعبك صحيح. انت لو رايح لفرقه بره تبقى الفرقه ده ملعبها، فبيسيب لك تجديد الحوافز عند اللعيبه نفسها لما بيخرج يروح ملعب غير ان هو بيلعب في ملعبه. متفق معاك وده احنا بنحمد ربنا عليه، لانك انت برضه فتح الله انت حاطط الطموح ان احنا حتى لو بنلعب مع اي فرقه بره حتى لو بيلعب بشكل مختلف انت عايز تكسب الثلاثه بونت، فانت حاطط طموح. تستاهلي الامور ان شاء الله في مساله الملعب دي هيكون لها يعني انفراجه، ويعني يعني مش عارف ممكن تكون امتى، ممكن ما يكونش الموسم ده بس بدايه الموسم الجاي مثلا او حاجه. شايف ان كان في اجتماعات مع السيد وزير الشباب والرياضه وكابتن سمير حلبيه والمهندس سمير حلبيه رئيس مجلس اداره النادي. خير خير فتح الله، احنا في اي وضع احنا يعني في اي وضع احنا مظبطين نفسنا في اي وضع اي مكان احنا اتحاد الكره بيحطنا فيه احنا بنلعب. مباراه امبارح كونفدراليه انت بتلعب الساعه 3 الظهر يعني في وقت توقيت صعب جدا على اللعيبه، لكن ما فيش مشكله احنا بنأدي وبنلعب. هي ما كانتش اختيارك ولا كانت اختيار ايه؟ والله احنا كنا مختارين، بس كان في نفس يعني في اسكندريه نفسها في نفس البلد كان في مباراه الاتحاد بالليل، يعني الامن قال ان انا المباراتين يبقوا بعاد عن بعض، لكن في الاول وفي الاخر انت بتلعب يا فتح الله، يعني المهم انك انت في الاول وفي الاخر انت كنادي مصري ما عندكش مشكله، فالحمد لله عندك مدير فني في كل الاوضاع ما عندهوش مشكله. شيء كويس جدا نسمع ان احنا يعني ايه، يعني كان عاده كده بنقول في بعض المشاكل بتقابلنا فيه لا احنا بنتعامل مع المشكلات حتى لو هي موجوده، ولكن في النهايه بقول لا الامور ماشيه كويس واحنا عندنا هدف. ده شيء يحسب للجهاز الفني واكيد لحضرتك كمان. ربنا يخليك. فيعني انا اتمنى التوفيق اكيد للنادي المصري، ولكن خليني اسالك، كنت الموسم الماضي بتنادي بالكثير من اللاعبين في نادي المصري ان يكونوا متواجدين مع منتخب الوطني المصري بقياده جديده مع كابتن حسام البدري، البادره كانت مع احمد جمعه وانضموا للمنتخب معسكر المنتخب الحالي. شايف مين كمان عنده المقدره ان هو كان ممكن ينضم للمنتخب من لاعبي النادي المصري؟
والله عندنا لعيبه كتيره فتح الله بتأدي بشكل مميز، لكن ده في الاول وفي الاخر انا مش هقدر اقول مسامات لان لعيبه كتير فعلا عندنا بتأدي بشكل مميز، لكن هو اختيار الكابتن حسام البدري اللي احنا كلنا بنحترمه وكلنا بنقف وراه في الاول وفي الاخر. هي المهمه بتاعته هو، وهو اللي هيتحاسب على اختيار حاجه يعني ورا في السوبر. مراكز ايه؟ حد في الدفاع؟ طيب ما انا بقول لك عندنا في الاستوبر وعندنا في نص الملعب وعندنا في ناحيه اليمين محتاجين برضو بقى حد معانا، فان شاء الله باذن الله يا رب يكون توفيق ربنا ان احنا نقدر يبقى معانا حد كده باذن الله ان شاء الله. اكيد مجلس الاداره بيبخل عليكم في حاجه ولا ايه؟ الامور ماشيه كويس؟ بالعكس والله، بالعكس والله فتح الله، والله ده كلام وبقوله على طول، خد بالك في كل فعلا مجلس الاداره بيحاول يعني بيحاول يعمل كل حاجه، بيحاول يسهل لك كل حاجه، بيحاول يوفر كل حاجه، ما بيخليش عندك مشاكل، ما بيصدرلكش مشاكل، ودي حاجه مهمه جدا. رئيس النادي مع النائب مع الناس اللي فعلا عندهم هدوء في اتخاذ القرار وهدوء في التعامل، ودي الحاجه اللي بتريحنا لانك بتخليك تشتغل وانت ما عندكش مشاكل في دماغك يا فتح الله، وعندك الملعب بس، شغال الكوره بس يعني. انت ليك الملعب والكوره بس طبعا. توفيق يعني انا بحييهم وربنا يوفقهم ان شاء الله متفق النادي المصري بصعيد. كممثل لمصر في الكونفدراليه المصريه، واكيد طبعا كل الفرق المصريه في الدوري الممتاز، نتمنى نشوف المصري تاني وكل الفرق الجماهيريه بتبقى متواجده بشكل قوي في سواء البطولات الافريقيه او الدوري العام المصري، بيفرق كتير جدا، بيبقى للدوري طعم، يبقى عندك فريق ظهير الجماهيري بيبقى بتواجده بشكل متميز، اكيد بيخلي المنافسه في البطوله قويه ولا اجمل. نادي المصري اكيد بنتمنى له التوفيق، وايضا فارس اخر من فرسان المنتجين في الكونفدراليه نادي بيراميدز، كمان تاهل بيراميدز الى دور المجموعات من كاس الكونفدراليه الافريقيه. حاليا معترك اخر من بطوله الكونفدراليه للبطوله العربيه، كاس الملك محمد السادس اللي بيشارك فيه طبعا نادي الاتحاد. الكابتن طلعت يوسف المدير الفني نادي الاتحاد السكندري بياكد ان مباراه الفريق امام المحرق البحريني اللي اقيمت بالامس كانت قويه وصعبه، لان فريق المحرق فريق منظم جدا وقوي، ومباراه العوده ستحسم التاهل في هذه البطولة. وفاز الاتحاد السكندري على المحرق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب من دور 16 بالبطولة العربية، وأكد يوسف خلال المؤتمر الصحفي أن اللاعبين تأثروا بوجود الجماهير خاصة، وأن كثير منهم لم يلعب من قبل ومنذ فترة أمام ضغط الجماهير، وتشجيعهم للفريق أكيد. وتابع كمان كابتن طلعت يوسف بأن الفريق الاتحاد عنده طموحات للوصول لنهايه بطوله محمد السادس البطوله العربيه، ولفت ان كل الفتره القادمه قبل مباراه العوده والسفر للبحرين سيدخل الفريق في معسكر مغلق لمده 6 ايام، سيخوض خلالها مباراه او 2 وديتين، وعشان يقدر يقف على مستوى اللاعبين ويبقى عندهم جديه في هذا المعسكر. وسجل ثنائي الاتحاد بالامس كل من احمد رفعت في الدقيقة 47 من علامة الجزاء، وأضاف خالد قمر في الهدف الثاني في الدقيقة 66 من عمر المباراة. هتقام مباراة الإياب في دور ثمن نهائي البطولة العربية بين الاتحاد السكندري والمحرق البحريني يوم 26/11 الجاري على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالعاصمة البحرينية المنام. في جانب آخر، توجه بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية لدولة الإمارات اليوم للمشاركة في بطولة كأس العالم للقارات دبي 2019، واللي بتقام بدبي في الفترة من 5 نوفمبر حتى 9 نوفمبر الجاري. ترأس البعثة المنتخب الوطني الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على الكرة الشاطئية، ويقود المنتخب الوطني الجهاز الفني مصطفى لطفي المدير الفني، وأيضا عبد الواحد السيد مدير المنتخب، وعمر حلمي المدرب العام، واحمد ابو سريع المدرب، وياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى، وليد منظور طبيب، وعباس حسنين اخصائي علاج طبيعي. بيشارك منتخب الفراعنه ضمن المجموعه الثانيه، ويخوض اول مبارياته يوم الثلاثاء 5 نوفمبر مواجهه روسيا في الثانيه الا الربع بتوقيت مصر، ثم يواجه منتخب إيران يوم الأربعاء 6 نوفمبر في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ثم مواجهة منتخب المكسيك يوم 7 نوفمبر الخميس المقبل في الثالثة ونصف مساء. وتضم بعثة المنتخب من اللاعبين كل من فوزي عبد العزيز ومصطفى سمير ومصطفى أحمد ومصطفى علي وحسان محمد وهيثم عاطف وأحمد الشحات كريم سيد ومحمد عبد النبي وعبد الرحمن حسن والحسيني طه. وبتضم المجموعة الأولى كل من الإمارات
وأسبانيا وإيطاليا واليابان، ويحتل المنتخب المصري المركز 19 عالميا حاليا. ده في تراجع يمكن ما كانش موجود قبل كده لمنتخبنا الوطني بعد فترة من التوقف، حيث نجح مجلس إدارة الاتحاد الحالي من خلال كابتن صحر عبد الحق إعادة النشاط الدولي مرة تانية. ده كان مهم جدا ان احنا نشوف تاني عودة نشاط الكرة الشاطئية، كنا عملنا فيها انجازات ونظمنا كمان بطولة الأمم الأفريقية عندنا هنا في مصر كانت في شرم الشيخ، وكنا بنوصل كمان للنهائيات الخاصة بهذه البطولة. نتمنى التوفيق لمنتخب الكرة الشاطئية في بطولة القارة. خلينا دلوقتي كمان نكمل مع حضراتكم انجازات جديدة خاصة بالمصارعة المصرية. خلينا نقول محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة، يعني يسعد المصريين، عندنا الثقه في كل شبابنا في مختلف اللعبات. كيشو يمكن تاهل اولمبياد طوكيو 2020 بعد احتلاله المركز الخامس في بطوله العالم اللي اقيمت الشهر الماضي، ليكون اول لاعبي منتخب المصارعه المتاهلين للاولمبياد. خلينا نهني كل المصريين ببطلنا محمد كيشو لاعب المصارعه وذهبيه العالم تحت 67 عام. خلينا تايم لايف كمان، خلينا ناكد كمان ان احنا كلنا ورا كل لاعبينا، خلينا نقول كل منتخبات وكل الالعاب الفرديه تقدر تبقى موجوده تايم لايف وشاشه تايم سبورت لازم تلقي الضوء عليها. خلينا كمان نروح لاتصال مهم، هاني علام، كابتن هاني علام نائب رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري للمصارعه، مليون مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك، وده خبر رفع معنوياتنا كلنا اكيد، وحاجه مبشره بالخير ان شاء الله للاولمبيات اللي جايه باذن الله 2020 طوكيو 2020، وربنا كريم ان شاء الله. كلمني عن التحضيرات، احنا عندنا دايما وابدا بيبقى عندنا طفرات في لعيب المصارعه، عندنا يمكن من اللعبات الفرديه اللي احنا دايما بنقول عندنا مقدره اللي احنا نحقق فيها ميداليات، الجينات المصريين زي ما احنا بنقول عندهم مقدره في لعبه المصارعه ان هم حققوا ذهبيات زي ما شفنا في السابق العديد من اللاعبين ابرزهم كان كرم جابر ولاعيب كثر فيما بعد يقدروا يحققوا لنا ميداليات اولمبيه. التحضيرات المفروض في المرحله القادمه ايه عشان نقدر نبرز لاعبين ويخشوا في معترك الاولمبيات ويحققوا لنا ميداليات ذهبيه؟ بص، هو دلوقتي كيشو في اي اتجاه. طب احنا عندنا معسكرات ليه محدده دلوقتي، هيبقى خارجيه ولا داخليه؟ طبعا طول الفتره اللي جايه ديت في طبقا للخطه بقى، انا مش فاكر الخطه بتاعته بالظبط، انما هو طول الفتره اللي جايه دي هو معسكرات سواء داخليه او خارجيه واشتراك في بطولات دوليه استعدادا للتاهل للاولمبياد. تمام. الحاجه اللي انا عايز انوه عليها كمان ان هو من اسبوع فقط هو واخد ميداليه ذهب في الاولمبياد العسكري. والاولمبيات العسكري ديت ايوه اللي كانت مقامه في الصين، والاولمبيات العسكري دي قابل فيها تاني عالم روسي وغلبه كبار. هو الولد بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظه من الاصابات، وهو دلوقتي رئيس الاتحاد الدولي طلبه ان هو يتصور معاه في بطولة العالم. كابتن هاني، خليني اقول لك، يعني كل بطل من دول بقى محتاج يبقى ليه جلسه يقعد مع الاتحاد عشان نشوف ايه احتياجاته، نشوف ايه مشكلاته. هل في هيتم جمع جلسه ما بينكم وبين اللاعب عشان تعرفوا اخر طلباته ايه، لو في اي حاجه تقدروا تذللوا عقباتها؟ طبعا احنا النهارده هنستقبله في المطار، هيجي الساعه 3 الفجر ان شاء الله. ان شاء الله يجي بالسلامه. انا ورئيس الاتحاد هنكون موجودين، وهو كيشو زي ما بقول لحضرتك تقريبا ما عندوش مشكله، لان هو خلاص اوريدي معاه المدرب بتاعه الخاص اللي هو اللي اتحدد، ومعاه البرنامج بتاع الاعداد بتاعه هو، بس احنا التنفيذ، واحنا قدرنا نجيب له فيزا لمده سنه تاشيره خارجيه شنجل علشان ما يبقاش في اعاقه كل شويه في التاشيره والتاخير والكلام ده كله. بالظبط، هو المدرب بتاعه. تمام، يعني بلغوا تحياتنا اكيد، وان احنا اكيد هنا في تايم سبورت وتحديدا تايم لايف كمان ورا كل ابطالنا ان شاء الله ان يكون ليه انجاز في طوكيو 2020. تحياتنا ليه مره ثانيه كبطل من ابطال مصر اللي قدروا يسعدوا المصريين بهذه الميداليه الذهبيه. كيشو مبروك مره ثانيه لابطال المصارعه تحديدا كيشو. وعايز اقول زي ما الكابتن هاني قال، بنشكر الكابتن هاني طبعا انه تواجد معانا في الاتصال، قال ان هو من بداياته عنده موهبه في جميع المراحل العمريه اللي دخل فيها مسابقات دوليه، كان عنده المقدره ان هو يحقق ميداليات، ولكن كمان في ميداليات اخرى كان استطاع الشهر الماضي ان يحصل على
خامس العالم ودي تأهيل لطوكيو. لو كان في البطولة دي لوحدها كمان ان هو يقدر يخش منها مباشرة ويبقى بطل عالم كبار، فده في حد ذاته ان ده يدل ان احنا عندنا موهبة كبيرة جدا لابد من الحفاظ عليها، وان احنا نغلفها كده نشوف ايه الاجواء اللي تقدر تهيئه انه يكون بطل الابطال طوكيو 2020. اكيد حلم كل بطل في اي لعبة ان يكون عنده ميدالية اولمبية، وان شاء الله يقدر يحقق لنا كيشو ميدالية يرفع بقى رصيد ميداليات منتخب مصر ان شاء الله في طوكيو 2020 القادمه ان شاء الله. هنطلع للفاصل، بعد الفاصل هنستكمل سوا ما تبقى من حلقتكم من تايم لاين. مرحب بكل مشاهدينا مره تانية، وبالتاكيد كل الكلام والاحاديث في الفتره الحاليه عن منتخبنا الوطني بمختلف اعماره وكمان استعدادات جميع الانديه لعوده المنافسات المحليه من جديد. نروح دلوقتي لحوار نشوف اجراه زميلنا العزيز عمرو نبيل مع واحد من نجوم الدوري المصري كابتن محمد سمير لاعب نادي المقاولين العرب، ورايه في كل ما يخص الكره المصريه واخر استعدادات نادي المقاولين العرب لعوده الدوري مره تانية. تعالوا نشوف اللقاء ونرجع نكمل حلقتنا. شيء تايم سبورتس في كل مكان، اهلا بكم وفقرات برنامج تايم لايف هنا من ملعب المقاولون العرب ونجم جديد عبر برنامج تايم لايف وكل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. معنا اليوم كابتن محمد سمير كابتن نادي المقاولين. كابتن محمد برحب بيك على شاشه تايم سبورتس. كابتن محمد طبعا اسم كبير وتاريخ كبير، يعني طموحات وامال كابتن محمد مع نادي المقاولين هذا الموسم في ظل طبعا قياده كابتن عماد النحاس. برحب بيك طبعا عمرو، و مشرفينا ومنورنا في النادي، واهلا بيك. ويعني بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انت بتقول الحمد لله السنه دي يمكن عندنا كلنا طموحات كبيره وعندنا امال كبيره ان شاء الله مع الجهاز الفني الموجود مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده ان احنا ان شاء الله نقدر نعمل موسم كويس يليق بينا ويليق باسماء اللعيبه اللي موجوده ويليق باسم النادي الكبير وباسم الجهاز الفني. فعندنا امل ان شاء الله ان احنا نعمل موسم كبير يا رب ان شاء الله. يمكن الحمد لله اعتقد ان احنا البدايات السنه دي مختلفه وبدايه كويسه، دايما البدايات في اي دوري تبقى مهمه جدا، فالبدايه اعتقد السنه دي ان احنا الحمد لله بدايه الى حد ما كويسه. لعبنا 4 ماتشات قدرنا نحقق 7 نقط، كسبنا ماتشين تعادلنا ماتش، ربنا ما وفقناش في الماتش الاخير قدام نادي الزمالك، يعني الى حد ما زي ما بقول لك نتائج الى حد ما مرضيه. 7 نقط برضو يعني من 4 ماتشات يعني شيء كويس. انت دلوقتي بتتكلم في مركز رابع خامس في الدوري، لسه طبعا بدري على الكلام ده، بس زي ما بقول لك البدايات مهمه جدا، قدرنا نعمل نتائج كويسه واداء كويس. ودايما البدايات زي ما بقول لك لما بتدخل كويس وتبدا كويس بتقدر تمشي كويس طول الموسم وتقدر تمشي على نفس المستوى مع التصاعد ان شاء الله في المستوى، فده اللي احنا بنعمل فيه. يعني السنه اللي فاتت كان عندنا دروب في البدايات، هو ده اللي اثر علينا شويه، وبعد ما رجعنا تاني ندخل تاني في اجواء الدوري. الحمد لله الموضوع السنه دي مختلف، بادئين بدايه قويه ونتمنى ان شاء الله الاستمراريه باذن الله. اخذ من كلامك طبعا وعن مباراة الزمالك الأخيرة، كان في هناك طبعا موقف وانت تحدثت عنه طبعا من خلال طبعا مواقع السوشيال ميديا او صفحات السوشيال ميديا من خلال صفحتك عن مواقع مع الكابتن محمود البنا. برضه عايزين نطمن ونعرف المشاهدين ايه اللي حصل يعني ما بين الشوطين عند طبعا احتساب ضربة ركنية لنادي الزمالك، وطبعا ساعتها تغيرت المباراة. والله بص يعني خلاص هو الماتش وعدى وموقف حصل وعدى، برضه نعرف المشاهدين يعني اعتقد اغلب الناس عارفه. يعني انا مش من نوعيه الناس اللي بطلع هاجم حد، مش من طبعي خالص ان انا بطلع هاجم حد او اتكلم على حد. منظومه التحكيم عندنا منظومه كويسه والناس كلها محترمين، وموقف زي ما بقول لك وحصل وشدت ملعب وحصلت، وكابتن البنا اتكلمت معاه وهو شرح لي وجهه نظره ومفيش اي مشكله. كابتن البنا من الحكام الكويسين في مصر وراجل محترم والناس كلها محترمه. زي ما بقول لك هو دايما بيبقى وانت في الملعب بيبقى في مواقف مشدوده بتحصل، فممكن تاخد رد فعل، بيبقى ممكن تكون رد فعل وانت متضايق شويه، فمع ان دي مش عادتي يعني، بس خلاص زي ما بقول لك ماتش وعدى وموقف وعدى. نتمنى ان شاء الله الماتشات اللي جايه تبقى يعني الناس كلها المنظومه كلها اللعيبه كلها تحس ان هي في فير في كل حاجه، وده اللي احنا بنتمناه يعني. حسيت انت ظلمت في المباراه ديت؟ بص مش يعني مش عايز برضو زي ما بقول لك اخوض في الموضوع ده. احنا كاداء ان احنا كلعيبه وجهاز فني الناس كلها مقتنعه ان احنا عملنا ماتش مش كويس، عملنا ماتش سيء الحقيقه.
بس يعني كان ربنا موفقنا في اول ماتش بجول، بعد كده الجول اللي دخل فينا الاولاني كلنا شفناها، واعتقد الناس كلها اتكلمت فيها ان الكره ما كانتش كورنر، هو ده كان اعتراضنا. يعني انت برضو نادي الزمالك اكيد لما انت بتسعى على قد ما تقدر ان انت تطول في الوقت، بالذات لما تطول في الوقت معاه وانت كسبان غير ما تبقى متعادل، هو ممكن بيدخل في الماتش على طول. فده اللي احنا كان نفسنا فيه، ان احنا نفضل مطولين الماتش على قد ما نقدر واحنا كسبانين، حتى لو قدروا يتعادلوا مثلا ممكن في اواخر الماتش. هم للاسف جابوا الصعيدي خلاص زي ما بقول لك، موقف عدى. نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه الناس كلها تبقى على قدر يعني المسؤوليه، ما يبقاش في ان شاء الله اي مشاكل يعني باذن الله ان شاء الله. كابتن محمد، طبعا تاريخ كبير مع النادي الاهلي وسنوات عديده اديت طبعا، والحصول على بطولات كبيره مع النادي الاهلي ومشاركه في بطوله العالم للانديه في اليابان مع مستر مانويل جوزيه، ومن بعد ذلك طبعا كابتن حسام البدري، يعني اكيد في ذكريات مع النادي الاهلي، يعني كلمنا عن ابرز ذكرياتك مع النادي الاهلي وكاس العالم طبعا للانديه في اليابان، موقف عمرك ما تقدر تنساه من خلال النادي الاهلي. والله بص، يعني انا يمكن من وانا صغير موجود في النادي، وبعد كده ربنا كرمني من الفريق الاول، قعدت 5-6 سنين في الفريق الاول، واكيد فتره يعني الابرز طبعا في حياتي، فتره مهمه جدا، فتره اكيد بتشرف بيها طبعا. انت النادي الاهلي في الاول في اخر بيتك، فمن احسن السنين اللي قضيتها في حياتي. ربنا كان يعني كان موفقني جدا في ان انا اقدر اتعامل مع مجموعه وجيل اكيد الناس كلها مش هتنساه او مش هتقدر تنساه، جيل محترم، جيل كبير لغايه اخر وقت في الناس كلها بتتكلم عليه باحترام، عملوا كل حاجه في الكوره. فدي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لي ان انا اقدر اتعرف على اللعيبه دي واقدر اتعلم منهم واقدر استفيد بخبراتهم سواء جوه الملعب او بره الملعب. زي ما بقول لك فتره كانت مميزه جدا، طبعا مواقف كتير اكيد قابلناها. يعني والله موقف كتير، يعني مش يعني مفيش حاجه دلوقتي في ذهني يعني، بس يعني من ضمن المواقف انا ممكن اكون فاكر ان انا اول ما طلعت فريق الاول وقعدت شويه، كنا في مره كنا احنا بنركن قدام النادي، ومره كنت راكن برك العربيه يعني ولسه ما فتحتش الباب، لقيت حد بيخبط على الازاز، فاستغربت اللي بيخبط على الازاز. المهم بفتح الازاز لقيته الكابتن الخطيب، كان الكابتن الخطيب ساعتها كان نائب رئيس النادي، كان الكابتن حسن حمدي هو رئيس النادي. فطبعا يعني كانت تقريبا ممكن تكون اول مره اشوف فيها الكابتن الخطيب، فطبعا نزلت له وسلمت عليه، قال لي انت لعيب كويس وخامه كويسه وان شاء الله تقدر يعني تفيدنا الفتره اللي جايه وانت من ولاد النادي، واحنا نتمنى يعني ان انت تقدم مستويات كويسه مع النادي. وده موقف اكيد مش هقدر انساه طبعا، بخلال طبعا مواقف كتيره مع لعيبه زي ما بقول لك استفدت منهم جدا، وفتره طبعا مميزه في حياتي يعني. مستر مانويل جوزيه، لا مستر مانويل بصراحه يعني مواقف كتير، يعني مستر مانويل ليه فضل كبير عليا الحمد لله. طبعا بدايتي كانت الكابتن حسام هو اللي كان ساعتها النادي خد الدوري قبل الدوري بثلاث اربع ماتشات، واللعيبه الاساسيه ريحت، طلعنا مجموعه من الناشئين، كان برضو مستر مانويل خد اجازته وماشي. الكابتن حسام ساعتها كان اول ماتش اسماعيل في اسماعيليه وقدرت العب، ودي كانت بدايتي الحمد لله، عملتش ماتش كبير وقدرت اكمل مع الفريق الاول. لما رجع مستر مانويل من الاجازه وبدات مع الفرقه الموسم الجديد الحمد لله كان على طول كل كلامه معايا كلام كويس جدا، وكان على طول بيحفزني، وفضلت لغايه ما مشي ورجع وانا موجود في النادي، وهو كان على طول كل كلامه زي ما بقول لك معايا كلام يعني حاجات كتيره جدا، كان على طول بيحفزني وعلى طول بيقول لي انت لعيب كويس، حتى مهما اغلط ما كانش عمره بينتقدني خالص، كان هو عنده الحته النفسيه دي كويس فيها جدا، الناس كلها كانت بتحبه. فزي ما بقول لك عندي برده مواقف كتير معاه ما تنسيش يعني. اتكلم برضو عن كابتن حسام بدري طبعا، وتدربت معاه طبعا خلال تواجده في النادي الاهلي. كابتن حسام دلوقتي الان هو المدير الفني، يعني كابتن حسام بيفضل اللاعب ايه، نوعيه اللاعبين اللي بيفضلها تبقى موجوده معاه، بيعتبرك طبعا خد تجربه معاه طبعا في النادي الاهلي. هو يمكن طبع كابتن حسام على طول، كابتن حسام تحس ان هو يعني على طول عنده الحافز وعنده الدوافع على طول، شغل 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 دي اهم حاجه عنده، هو من نوعيه المدربين اللي بتحب اللعيبه الفايتر، اللي بتحب اللعيبه اللي عندها قلب، اللي بتلعب بروح، هو بيحب نوعيه اللعيبه دي جدا. هو زي ما بقول لك هو على طول هو شخص جد جدا في شغله، وبيحب الناس كلها تبقى بتشتغل بشكل كويس، فهو بيحاول ينقل الموضوع ده للعيبه ان نوعيه اللعيبه اللي تبقى موجوده معاه تبقى بنفس الفكر، ان هي عندها الشغل اهم حاجه والولاء للمكان اللي هم فيه ده اهم حاجه. فزي ما بقول لك هو بيحب اللعيبه الفايتر، اللعيبه اللي عندها قلب، اللعيبه اللي عندها روح، اللي بتموت نفسها بغض النظر عن النتائج، يعني اهم حاجه ان الناس كلها تعمل عليها، وهو بيحب نوعيه اللعيبه دي يعني. كابتن محمد، حديث عن المنتخب المصري طبعا وشاره القياده، انت من اني يعني اصحاب الاتجاه اللي هو الاقدميه ولا اللاعب المتميز صاحب يعني الاداء المتميز؟ والله ما بص، انا ليا وجهه نظر في الموضوع ده، يمكن انا مايل للموضوعين، ان انت تمشي الموضوع ادميه او تمشي الموضوع ان انت تكون شايف حد يبقى عنده، يبقى ليدر، يقدر يبقى عنده شخصيه
سواء جوه الملعب او بره الملعب. اللعيبه كلها بتحبه، اللعيبه كلها بتسمع كلامه. مش شرط ان انا ابقى نجم الفريق عشان اخد الكابتن الفرقه، يعني كابتن الفرقه دي ما هي الا شعور. انت ممكن ما تبقاش كابتن الفرقه ويبقى ليك الناس كلها بتحبك، ويبقى ليك صوتك مسموع وسط اللعيبه وفي الاجتماعات وفي الحاجات دي كلها. مش شرط كابتن الفرقه هو اللي يبقى اللي يبقى فيه الطباع دي يعني. بس زي ما بقول لك المشكله الاخيره، انت بتتكلم في صلاح نجم كبير، ما اعتقدش برضو ان الاشاره هتقلل منه او هتزود منه. بس في نفس الوقت انت برضو بتقارن صلاح بفتحي. فتحي برضو نجم كبير وعمل كتير لمصر وبرضو قيمه كبيره. فعشان كده بقول لك الموضوع فيه ريسك شويه، في ان انت مثلا لو عايز تشيل من ده وتحط من ده وتحط ده، فالموضوع برضو فيه مشاكل. الا لو انت شايف مثلا ان الكابتن الفرقه الحالي بغض النظر عن الاسماء هو ممكن يكون لا لسه صغير في السن، لسه مثلا انت مش حاسه هو عنده شخصيه، عنده يقدر يلم الفرقه، يقدر يتصرف المواقف بشكل كويس، فشايف ان حد تاني عنده الملكه دي ممكن ساعتها تديها لحد تاني. انما تتكلم في فتحي نجم كبير ولاعيب كبير ومر بالمواقف دي كلها واسم كبير، اعتقد فتحي ما يعني لازم هو يفضل كابتن المنتخب. وزي ما بقول لك صلاح مش هتقلل منه ولا هتزود منه. واعتقد ان صلاح حتى لو اتخذ رايه في الموضوع ده او اتكلم في الموضوع ده، هو مش هتلاقيه حط الموضوع اهميه في دماغه، او مش هتلاقي الموضوع في مأثر عليه يعني. فاهم قصدي؟ بس واقف لو فلاغ بترجع لوجهه نظر الجهاز الفني. احنا بنشوف في اوروبا ناس كتيره لعيبه لسه منضمه اصلا للفريق وتلاقيهم هم كابتن الفرقه وهو ولا قديم ولا حاجه. بس في ناس كتيره بيفكروا في اوروبا ان هو لا ده اكتر واحد شخصيه ليدر، يقدر يجمع الفرقه، يقدر يتكلم، يقدر لو في مواقف مع حكم يقدر يتكلم مع الحكم بشكل كويس. دي عوامل مهمه جدا يعني. كابتن محمد، سؤال اخير طبعا عن المنتخب الاولمبي طبعا وبطوله افريقيا تحت 23 عام المقامه في القاهره خلال الفتره القادمه. يمكن مريت طبعا بمراحل العمريه مع المنتخبات المصريه طبعا تاع الشباب والاولمبي برضو، يعني ايه الابرز يعني النصائح اللي بتقدمها للجيل دوت من اجل طبعا تحقيق حلم المصريين للوصول لطوكيو 2020؟ لا يمكن طبعا المنتخب الاولمبي احنا عندنا امل كبير طبعا في ربنا وفيهم ان هم ان شاء الله يقدروا يعملوا بطوله مميزه. هم عندهم مميزات كثيره الحقيقه، مش اي جيل بيبقى محظوظ بالمميزات اللي موجوده عندهم. هم عندهم بطوله في بلدهم، عندهم جيل محترم جدا، سكواد محترم جدا، اللعيبه كلها على اعلى مستوى. اعتقد 23 لعيب اللي اختارهم كاب شوقي كلهم لعيبه كويسه ولعيبه مؤثرين في فرقهم في الدوري. ده مش كتير بيحصل الموضوع ده. فزي ما بقول لك احنا كلنا عندنا امل فيهم، فرصه لازم يستغلوها. طبعا بطوله هتبقى صعبه جدا، المنتخبات اللي هيقابلوها منتخبات كلها قويه. بنتمنى ان شاء الله ان هم يقدروا بس يعني يحققوا طبعا الحلم اكيد بالنسبه لك ان انت توصل الاولمبياد، وبعد كده يبداوا الخطوه الثانيه ان هم يفكروا ان هم ياخدوا البطوله. اكيد تبقى حاجه كويسه ليهم وحاجه تبقى يعني مميزه في السي في بتاعهم. مشاهدي تايم لايف في كل مكان، ده كان لقاء مع الكابتن محمد سمير كابتن وقائد فريق المقاولون العرب. شكرا للزميل عمرو نبيل على اللقاء مع الكابتن محمد سمير. لقاء اكيد كان مثمر وتطرق للعديد من المناعي سواء المنتخب الاولمبي او حتى فريق نادي المقاولون العرب. خلينا دلوقتي نروح من الكرة القدم المحلية لكرة القدم العالمية، ونروح نشوف تقرير عن أبرز المباريات اللي اتلعبت فيها الدوريات الأوروبية. نطلع بعد منه فاصل، وبعد الفاصل فخركم وكان انتظرونا. سيطرت الإثارة والمتعة على نتائج مباريات الدوريات الأوروبية المختلفة هذا الأسبوع، والبداية كانت من إنجلترا حيث أقيمت مباريات الأسبوع 11، وكانت أولى المباريات التي شهدت سيناريو درامي مباراة المتصدر ليفربول مع أستون فيلا، الذي نجح فيها نجمنا المصري محمود حسن تريزيجي أن يحرز أولى أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. واستطاع لاعب أستون فيلا أن يحافظوا على تقدمهم بهدف تريزيجي حتى الدقيقة 87 من زمن المباراة، ولكن قبل النهاية جاء التحول السريع لمجريات المباراة، واستطاع لاعب ليفربول أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 87 عن طريق الظهير الأيسر المميز روبرتسون، قبل أن يخطف ساديو ماني هدف الفوز القاتل للريدز في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة، ليخطف ليفربول 3 نقاط يحافظ بهم على صدارة جدول الدوري بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي الذي لم تخلو
مباراته هو الآخر أمام ساوثهامبتون من نفس السيناريو الدرامي، بعدما نجح لاعبي ساوثهامبتون في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 13 من عمر المباراة، وحافظوا على هذا التقدم حتى 20 دقيقة الأخيرة من عمر المباراة. نجح سيتيزن في قلب الطاولة على الضيوف وإحراز هدف التعادل في الدقيقة 70 عن طريق المهاجم المخضرم سيرجيو أغويرو. وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق خطف كايل ووكر هدف الفوز والثلاث نقاط للمان سيتي. ثم انتقلت إثارة البريمير ليج إلى أسبانيا، حيث شهدت مباريات الجولة 12 من الدوري الأسباني مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تعرض بطل الموسم الماضي للدوري الأسباني نادي برشلونة ومتصدر النسخة الحالية لهزيمة قاسية خارج الديار أمام ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ونجح ميسي أن يحرز هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، لينتهي هذا الشوط بتقدم البرسا بهدف مقابل لا شيء. لكن مع بداية الشوط الثاني اختلفت الأمور تماما، واستطاع لاعب ليفانتي أن يزور شباك تير شتيغن في ثلاث مناسبات في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بخسارة مدوية لفريق برشلونة. ولم يستغل لاعب ريال مدريد تعثر الغريم التقليدي برشلونة، ووقعوا في فخ التعادل السلبي أمام ريال بيتيس على ملعب سانتياغو برنابيو. وانتقلت المفاجآت من الدوري الأسباني للدوري الألماني، حيث شهدت الجولة 10 من البوندسليغا نتائج غير متوقعة دخلت تحت سيناريوهات الرعب لبعض الجماهير الألمانية. فجماهير بايرن ميونخ تعرضت لصدمة غير متوقعة بعد السقوط المدوي أمام أنتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. وكان المدافع الألماني جيروم بواتينغ قد خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 9 من عمر اللقاء، وذلك بعد عرقلة مهاجم أنتراخت فرانكفورت على حدود منطقة الجزاء، وهو ما ساهم في انهيار دفاعات الفريق البافاري واستقباله لخمسة أهداف. وتعد هذه هي أسوأ خسارة لبايرن ميونخ في الدوري الألماني، وذلك منذ سقوطه على أرض فولفسبورغ بنتيجة 5-1 في شهر إبريل من عام 2009. مفاجأة كبيرة شهدتها نتائج مباريات الدوريات الأوروبية المختلفة في هذا الأسبوع، لتضيف مزيدا من المتعة والإثارة لمتابعي هذه الدوريات في مختلف أنحاء العالم. أهلا بحضراتكم فقرة جديدة من فقرات ويكاند. نجم النهاردة واحد من النماذج الشابة الواعدة اللي قدرت تثبت نفسها سريعا في عالم الساحرة المستديرة، وهو اللاعب مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، اللي كان شعاره ويكاند وهو بيواصل وبيصول ويجول بالملاعب من مرحلة الناشئين. مصطفى محمد وبشعار ويكان ثبت أقدامه مع الفريق الأول لنادي الزمالك، وأصبح المهاجم الأساسي وقاد الفريق للفوز ببطولة كأس مصر الموسم الماضي بعد ما كان أحد أهم الأوراق المؤثرة بخط هجوم الفريق. وبنفس شعار ويكان أصبح مصطفى محمد أمل الجماهير المصرية لحل أزمة هجوم المنتخب الأول بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الأولمبي إن شاء الله، اللي هيلعب بطولة أفريقيا تحت 23 عام خلال الفترة القادمة يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله. تعالوا مع بعض نشوف تقرير عن نجمنا مصطفى محمد ونرجع نكمل مرة تانية. هو أحد المهاجمين الذين عرفوا طريقة التألق مبكراً، واستطاع إثبات ذاته سريعاً ليفرض اسمه في قائمة المهاجمين الواعدين بالكرة المصرية. إنه مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي. مصطفى محمد تألق الموسم الماضي خلال إعارته لصفوف طلاع الجيش، وكان أحد الأوراق الرابحة في تشكيل الفريق العسكري حتى لفت أنظار ناديه الأبيض، وقررت إدارة الزمالك عودته لصفوف الفريق مرة أخرى ليساهم اللاعب وبقوة في فوز أبناء ميت عقبة بلقب كأس مصر الموسم الماضي بعد إحرازه لهدف الفوز بمباراة الاتحاد السكندري بالدور نصف النهائي. وعاد وكرر الأمر وسجل هدف الفوز بشباك سيد البلد بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.
وعلى المستوى الأفريقي قام مصطفى محمد بدور البطولة من خلال قيادته لأصحاب الرداء الأبيض للتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد أن أنقذ الفريق الأبيض من الهزيمة بمباراة ذهاب دور الاثنين والثلاثين أمام جنريسيون فوت وأحرز هدف تقليص الفارق خلال اللقاء الذي انتهى بفوز بطل السنغال بهدفين مقابل هدف ليعود اللاعب ويكمل مهمته بمباراة الإياب ويسجل هدف الفوز والصعود للفارس الأبيض لمرحلة دور المجموعات بالبطولة. ورغم خسارة الزمالك لقب السوبر أمام الأهلي إلا أن مصطفى محمد خطف الأضواء بعد الدفع به ببداية الشوط الثاني ليساهم في تقليص تأخر فريقه بالثلاثية ويعود أبناء ميت عقبة بهدفين ليكون المهاجم الشاب هو من أضفى الإثارة على آخر قمة. ويقود مصطفى محمد أحلام المنتخب الأولمبي للوصول إلى أولمبيا طوكيو 2020 والفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من الثامن حتى 22 من نوفمبر الجاري حيث يعقد عليه الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب آمالا كبيرة لهذه الشباك المنافسين والتعامل البدني مع الدفاعات القوية لمنتخبات مالي وغانا والكاميرون خاصة وأن اللاعب ملقب بالبلدوزر نظرا لقدراته البدنية القوية فضلا عن ميزة اللعب بضربات رأس والتسديد القوي من خارج منطقة الجزاء. مصطفى محمد لسه بيرفع شعار ويكان وهو بيحمل احلام المنتخب الاولمبي بالتاهل لاولمبياد طوكيو 2020 عشان يسعد الشعب المصري ان شاء الله من خلال بطوله الامم الافريقيه المقامه في مصر تحت 23 عام. دي كده بحلقتنا نكون انتهت، كان اخرها نجمنا مصطفى محمد نجم ويكان. غدا ان شاء الله حلقه جديده من برنامجكم تايم لاف، انتظروها. اشوفكم على خير والى اللقاء.